من المواقع المحلية الانتقالي يسلم مبانٍ حكم مؤسسات حكومية لقوات حماية المنشآت التابعة له. بعد 36 عاماً من السجن اكتشفت المحكمة أنهم أبرياء. موقع ألماني: روسيا تخدع الأبقار لجعلها تدر حليباً أكثر. أهلا بكم. تواصل ميليشيا الحوثي حملات نهب الأهالي في صنعاء تحت مبررات متعددة. وفقا لموقع الصحوانت، ميليشيات الحوثي تنفذ حملة ابتزاز على ملاك العقارات في صنعاء. قال الموقع إن ميليشيا الحوثي بدأت حملة ابتزاز جديدة على ملاك العقارات بمناطق متفرقة في صنعاء من خلال تنفيذ حملات بطش وتخويف وفرض إتاوات تحت قوة السلاح منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري. قالت مصادر محلية: الميليشيات نفذت قبل يومين نزولا ميدانيا في أحياء متفرقة من صنعاء، وأجبر عناصرها المسلحون ملاك العقارات على دفع مبالغ مالية حسب عدد العقارات وحجمها. وأمهل الحوثيون ملاك العقارات أسبوعا واحدا لدفع المبالغ المفروضة عليهم، وهددوا بالحجز على العقارات ومصادرتها في حال عدم الانصياع لتوجيهاتهم والرضوخ لأوامر الجماعة. ويعد استهداف الحوثيين لمالكي العقارات في هذا الظرف بالذات إضافة عبء جديد ومعاناة على المواطنين البسطاء من الموظفين والعاملين وغيرهم، خصوصا ممن هم غير قادرين على الإيفاء بسداد ما عليهم من إيجارات سابقة ومتراكمة لملاك العقارات. الأخبار القادمة من عدن تحمل الكثير من بوادر الاستقرار والمبادرات. ووفقا لموقع المشاهد نت، عدن صيدلية متخصصة لأدوية الأمراض المزمنة مجانا. قال الموقع إن مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية البريقة بعدن افتتح صيدلية متخصصة لتوفير أدوية الأمراض المزمنة مجانا داخل المجمع الصحي بالمديرية. وقال مدير مكتب الصحة في المديرية الدكتور فهد عبد القوي للمشاهد إن الصيدلية ستوفر أدوية مجانية لأمراض السكري وضغط الدم والقلب وارتفاع الكوليسترول من خلال آلية صرف محددة لضمان وصول الأدوية للمحتاجين والمستحقين فعلا. وأكد عن افتتاح قسم لمعالجة حالات سوء التغذية داخل المجمع الصحي يعمل على مدار الساعة. يشار إلى أن مديرية البريقة استقبلت أكبر نسبة نازحين قدموا إلى عدن من محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي لليمن، وتسجل أغلب حالات سوء التغذية في أوساط فئة النازحين تحديدا. فيما كانت عدن يوم 28 من نوفمبر 1967 تتزين مغمورة بالفرح والسرور وتستعد لإعلان الاستقلال وطرد آخر جندي بريطاني منها، كانت صنعاء تواجه جحافل الحقد الإمامي وحصار الملكيين الذي بدأ في يوم كهذا. هكذا بدأ أحمد المقرمي مقاله المشهور في الصحوانت. كانت أعداد من المرتزقة الأجانب ومن جنسيات مختلفة يعملون جنباً إلى جنب في قيادة العمليات العسكرية مع الملكيين، وبالمناسبة كان منهم إيرانيون أيضاً. وكما تدفقت أموال طائلة للحوثيين وتوفرت معدات لهم قبل وبعد وصولهم إلى عمران، كانت هناك أموال ومرتزقة عسكريون أجانب يعملون كما أسلفنا مع الملكيين. كان الصف الجمهوري قبل الحصار قد دب في صفوفه بعض الخلاف، لكن الرجولة والنقاء الثوري كانتا صفتين ملازمتين لهم، وكان الهدف الأسمى يتمثل بضرورة انتصار الثورة وترسيخ النظام الجمهوري، ضرورة لا تقبل المساومة أو التفريط. فترك الجميع خلافاتهم الثانوية جانباً ووقفوا صفاً واحداً وفي خندق واحد، هو خندق المواجهة للملكيين ومن وراءهم. لم تستدرجهم الخلافات الثانوية إلى حافة الخذلان للطعن بالشريك أو التربص به مكايدة أو انتقاما أو تزلفا لمشيئة خارجية عبودية لها أو ترزقا بما عندها، لأن أولويات الهدف كانت راسخة عند أبطال السبعين، لم تستطع معها الإغراءات أن تحرفهم عن أهدافهم. وإذا كانت الإمامة تعيد اليوم تكرار حشد جحافلها
فها هم أحرار الصف الجمهوري يرصون صفوفهم في مواقع الشرف وميادين البطولة، يعيدون بألق جديد مواقف وبطولات رجال السبعين بعزم لا يكل وإرادة لا تلين. وانتصرت الثورة والجمهورية، وسقطت الإمامة الطاغية بصف ترفع عن المناكفات، وضمائر استعصت على المساومة، وبهما من أبات إلا الصمود والمقاومة. أرادوا الحياة لوطنهم وأنفسهم، فحصنوا الوطن بالثورة على الطغيان، وحفظوا حياتهم بالمقاومة والإقدام. عندها تكسرت فلول الإمامة، وتحطمت المؤامرات، وانهزم الذهب والبارود. وستنتصر اليمن من جديد بالإرادة نفسها والعزيمة ذاتها، وبصف متراص يعرف عدوه كما يعرف إخوانه، وستتوجه الجهود نحو تحقيق الغاية وإنجاز الهدف. سلمت قوات المجلس انتقال الجنوب مباني حكومية في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج لقوات تابعة لما أسماها قوات حماية المنشآت وعنوان موقع المصدر أونلاين. الانتقال يسلم مباني مؤسسة حكومية لقوات حماية المنشآت التابعة له. قال مصدر أمني للمصدر أونلاين إن وحدات تابعة لما تم تسميتها قوات حماية المنشآت تسلمت مباني ومنشآت حكومية في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج شمال عدن. وبحسب المصدر فإن كتيبة من لواء حماية المنشآت التابعة لقوات الدعم والإسناد في الحزام الأمني بدأت الانتشار في مباني مكاتب وزارات التخطيط والتعاون الدولي ومنشآت تابعة لمؤسسة الكهرباء والاتصالات والمياه، على أن تتسلم قوات حماية المنشآت بقية المواقع الحكومية في محافظة لحج خلال الأيام القادمة. ونص الملحق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض على تسليم كافة المواقع الحكومية في المحافظات الجنوبية لقوات حماية المنشآت، لكن مراقبين قالوا إن هذا البند يثير الالتباس لأن الانتقال لديه قوات حماية المنشآت التابعة له، ما يشير إلى أن عملية استلام وتسليم المباني الحكومية ستبقى في أيدي القوات المحلية المدعومة من أبوظبي. أعلنت وزارة المالية اليمنية استكمال تحويل الرسوم الدراسية للطلاب المبتعثين في 15 دولة بحسب الكشوفات والأسماء المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعنوان موقع الحرف 28. وزارة المالية تعلن تحويل رسوم الطلاب المبتعثين للدراسة في 15 دولة. أكد وزير المالية سالم بن بريك التزام الوزارة بالضوابط المالية المتعلقة بالرسوم الدراسية وكشوفات التخرج انسجاما مع فترات الابتعاث لكافة المراحل في مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. أشار إلى أن الوزارة ستعمل على ترجمة توجيهات رئيس الوزراء بتوفير قيمة تذاكر السفر للطلاب الذين انتهت فترة ابتعاثهم العلمي. ويشكو طلاب اليمن المبتعثون إلى خارج البلاد من عدم قدرتهم على مواصلة الدراسة بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من نصف عام. وتشير التقديرات إلى أن عدد الطلاب اليمنيين المبتعثين على نفقة الدولة يتجاوز 3000 طالب وطالبة، وأغلبهم في مصر وماليزيا ثم ألمانيا وروسيا والهند. وتدفع وزارة التعليم العالي اليمنية مستحقات المبتعثين كل 3 أشهر، إلا أنها عجزت خلال سنوات الحرب الماضية عن صرف مستحقاتهم بشكل منتظم. أمنيات من عدن على وقع اتفاق الرياض. تحت هذا العنوان كتب محمد عبد الله الصلاحي مقاله في موقع عدن الغد، مضيفا في إجزاء من المقال: بعد الاستقلال عام 1967 وتبوء الاشتراكيين حكم الجنوب، تعرضت عدن للكثير من مساوئ الحقبة الاشتراكية، ثم نالها أيضا بعد حرب 1994 نصيبا وافرا من التعطيل المتعمد وإفقادها أهميتها، ثم تضررت من انقلاب ميليشيا الحوثي وما فعلته بها، وأخيرا كانت فترة ما بعد التحرير مكملة لكل المساوئ التي تعرضت لها عدن. الفصائل المسلحة العديدة تحت مسميات المقاومة والخلافات السياسية والتجاذبات المناطقية أضرت كثيرا بالمدينة وهدمت
أهميتها الاقتصادية، تحررت عدن من سيطرة الميليشيا الحوثية بفضل جهود أبطال المقاومة الجنوبية مسنودين بقوات التحالف العربي، ولم يكن واقع ما بعد التحرير مقنعاً أو مثالياً لوصفها مدينة محررة وعاصمة الشرعية. تمثل عدن في موقعها الجغرافي أفضلية أمنية واقتصادية يعم مردودها كل جزيرة إذا ما أحسن استغلالها بشكل أفضل، فهي البوابة الأولى لأمن الجزيرة العربية وواجهة اقتصادية مثلى تضيف زخماً اقتصادياً لازدهار المنطقة، وبإمكانها أن تشكل مع مدينة جدة توأمة اقتصادية وجناحي تنمية موعودة لمنطقة الشريط الساحلي في البحر الأحمر مع الامتداد البحري لهما في مدينة المستقبل نيوم. هكذا يفترض أن تكون عدن، وهذه أمنيات ليس من الصعب أن تتحقق. عدن التي كانت منطلقاً لكبار البيوت التجارية وقبلة الشركات والوكالات العالمية تحولت لاحقاً إلى بيئة طاردة لها، وأفرغت خلال مراحل عديدة من الدعامة الأهم في بناء أي اقتصاد، دعامة الشركات الكبرى والبيوت التجارية، وازدهر فيها نشاط اقتصاد الحرب. يتأمل الناس أن يعمل اتفاق الرياض على تحقيق أهم الأمنيات في وقتنا الحاضر، وهي أن تتعافى عدن مما لحق بها من سلوكيات ما بعد الحرب، وأن تمهد الأرضية المناسبة التي يمكن البناء عليها لمستقبل أفضل. عدن مدينة لا تفتقر للمقومات الطبيعية بل للقدرات البشرية التي تسخر موقعها وتستغله بشكل أمثل. صحيفة إنديبندنت البريطانية قللت من الاتفاقات التي تجري في اليمن، وقالت إن الخبرة علمتنا أن اتفاقات اليمنيين للسلام تبدأ إيجابية ولكنها تخفق في مرحلة التنفيذ. أقل تقرير لباتريك كوبرين بعنوان بارقة أمل للسلام في حرب لا يمكن الفوز فيها، يقول الكاتب أن قاربا سعوديا يحمل معدات حفر كورية جنوبية وحفارا للرمال اختطف من قبل المتمردين الحوثيين في البحر الأحمر واقتدى إلى ميناء قريب في اليمن. يقول التقرير بعد عدة أيام تم إطلاق سراح الوحدات وأطقمها، ويرى الكاتب أن ذلك قد يكون مؤشرا صغيرا على أن المحادثات بين الحوثيين والسعودية بشأن الحد من الحرب في اليمن تتقدم. يقول الكاتب أنه على الرغم من التقدم البسيط إلا أن هناك ما يدعو للتشكك في التوصل إلى نهاية حرب تدور على جبهات متعددة متصلة. يقول الكاتب إن اتفاقات السلام في اليمن عادة ما تبدو إيجابية لأنها تبدو دقيقة ومليئة بالتفاصيل، ولكنها سرعان ما تتبدد وتخفق في مرحلة التنفيذ. عودة العربي إلى التاريخ تحت هذا العنوان، كتب المفكر العربي المعروف برهان غليون مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. ما من شك في أننا نعيش عبر الثورات الشعبية المتواصلة منذ عقد لحظات استثنائية من تاريخ الشعوب العربية وتاريخ الشرق الأوسط وتاريخ العالم أيضاً، تجمع بين زمن المأساة الدامية التي ترافق الولادة العسيرة ونشوة الانتصار الذي يعبر عنه هذا الانفجار المدوي للحرية في منطقة لم تعرف منذ عقود طويلة سوى حياة القهر والذل والعبودية. تختلط في هذه اللحظات بالضرورة مشاعر الفرح للانعتاق من الأسر ومشاعر القلق على مستقبل لا يزال سره في عهد الغيب، فبقدر ما حررت القفزة الكبرى الشعوب أو هي في طريقها إلى تحريرها من قبضة نخبة حلت محل السلطة الاستعمارية وتمثلت تقاليدها، وضعتها أيضاً أمام تحدي كتابة الصفحة الجديدة من تاريخ لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات، والتصدي لمهام يحتاج تحقيقها إلى تعاون قوى اجتماعية وتيارات فكرية وسياسية عديدة ومتباينة المصالح والغايات وشق مسارات إبداعية غير مطروقة لعصر جديد. أول هذه التحديات ما يتعلق بالفوضى العارمة التي تميز الوضع الإقليمي الذي يفتقر فيه الأفراد والجماعات والدول أيضاً إلى أي قواعد ومعايير ثابتة أو اتفاقات ومواثيق ومعاهدات مقبولة ومتفق عليها
لتنظيم العلاقات بين الأطراف جميعها وفي كل ميادين الحياة الداخلية والخارجية، وهذا ما يجعل من هذه المنطقة التي نسميها الشرق الأوسط غابة برية بالمعنى الحقيقي للكلمة، يحكمها على جميع مستويات العلاقة الفردية والجماعية السياسية والاجتماعية مبدأ القوة وتوازن العنف، وينذرها للنزاعات والحروب الدائمة والمتعددة الأشكال الداخلية والخارجية، ويحولها إلى تربة خصبة للتدخلات والاختراقات وعبث القوى المتنازعة المستمر بالتوازنات الداخلية والإقليمية. فهي بالمعنى الحرفي منطقة سائبة لا تجري عليها لا قوانين ولا مواثيق داخلية ولا قوانين ومواثيق دولية. بعد 36 عاماً من السجن اكتشفت المحكمة أنهم أبرياء. هذا ما حدث لثلاثة مواطنين أمريكيين، ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط عاشوا الجحيم. إطلاق سراح ثلاثة أمريكيين بعد سجنهم 36 عاماً زوراً. أطلقت السلطات الأمريكية سراح ثلاثة رجال من مدينة بالتيمور أكبر مدن ولاية ميريلاند إثر إعلان السلطات أنهم أدينوا زوراً بجريمة قتل طالب في المرحلة المتوسطة عام 83. وكان المتهمون وقت توقيفهم في عمر يناهز 16 من العمر، أما الآن فهم رجال في أوائل الخمسينيات من العمر، ولم يسبق لاثنين منهم على الأقل قيادة السيارة قط من قبل. وخلال الربيع الماضي تم اكتشاف أدلة جديدة تم إخفاؤها أثناء المحاكمة ما أدى لصدور حكم البراءة. وقالت الشرطة سابقا أن الثلاثي متهم بقتل طالب ذو 14 عاما بالرصاص في وقت كانوا يشارفون فيه الانتهاء من الدراسة الثانوية، وأدينوا بناء على شهادة الشهود. في خطوة تهدف لجعل الأبقار أكثر إضراراً للحليب لتلبية احتياجات السوق، تعمل السلطات الروسية على تجربة تقنيات الواقع الافتراضي لخداع الأبقار. فما هي هذه التقنيات وكيف تعمل على خداع الأبقار؟ وفقاً للموقع الألماني دي دبليو، روسيا تخدع الأبقار لجعلها تدر حليباً أكثر. أكدت وزارة الزراعة في روسيا أنها ستستخدم نظارات الواقع الافتراضي مع الأبقار مستقبلاً لتحفيز الأبقار على إدرار المزيد من الحليب في فصل الشتاء، وذلك من خلال عرض صور لمروج ومراع خضراء على الأبقار عبر هذه النظارات، مما يساعد في تهدئة الأبقار وجعلها أكثر إنتاجاً للحليب. وحسب الوزارة فإن هذه الخطوة من شأنها أن تحقق نتائج غير مسبوقة حتى الآن. وأكدت الوزارة أنها تختبر بالفعل نموذجاً أولياً من هذه النظارات في مزرعة قريبة من العاصمة الروسية، وسيتم تفصيل هذه النظارات على رأس الأبقار. وقد حققت التجارب الأولى نجاحات بالفعل، حيث تراجع خوف الأبقار وأصبح قطيع الأبقار أكثر وداعة. يشار إلى أن روسيا تعزز منذ بضع سنوات الاستثمارات في صناعة الحليب المحلي، وذلك بعد تراجع وارداتها من الحليب الأوروبي بسبب العقوبات الأوروبية عليها منذ ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. نظراً لأهمية المقال الذي كتبته مديرة مركز كارنيجي للشرق الأوسط مها يحيى تحت عنوان عقود الشرق الأوسط الضائعة للتنمية المعارضة ومستقبل العالم العربي، ننشر الجزء الثاني من مقالها في صحيفة فورين أفيرز. كأننا رأينا هذا المشهد من قبل. ساءت الظروف الاقتصادية والسياسية التي أنتجت الربيع العربي فقط في السنوات الأخيرة، فباستثناء تونس حيث نجحت المعارضة في تأسيس نظام سياسي ديمقراطي ما يزال قائما حتى اليوم، شهدت العديد من دول الشرق الأوسط استعادة للأنظمة الاستبدادية منذ عام 2011. في مصر أطاح الجيش بأول حكومة منتخبة ديمقراطيا في تاريخ البلاد، تم استبدالها بنظام تحت سيطرة عبد الفتاح السيسي، ومنذ توليه السلطة حكم السيسي البلاد بقبضة حديدية. وفي تموز الماضي وافق برلمان البلد على قانون صارم يحد من تأثير المنظمات غير الحكومية عن طريق الحد من نطاق عملها وحرية حركتها، لكن المثال الصارخ أكثر ما يكون
الاستعادة الاستبدادية هو ما حدث في سوريا. شهدت البلد احتجاجات واسعة النطاق ضد النظام الدكتاتوري لبشار الأسد، ولكن بدلا من التنحي أو تلبية المطالب الشعبية بالإصلاح، أمر الأسد قواته بإطلاق النار على المتظاهرين المسالمين، وشن حربا أهلية دموية أسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد ملايين آخرين. واليوم يقوم نظام الأسد الذي كان مهتزا ذات مرة بتطهير آخر فلول المعارضة وإعادة بسط السيطرة، وقد اختفى الآلاف من السجناء السياسيين أو أنهم ما يزالون في زنازين النظام. وفي الوقت نفسه قامت دول خليجية تواجه انتقادات محلية بسبب سياساتها ومغامراتها الخارجية بسجن المدونين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين بتهمة انتقادهم للحكومة على الإنترنت. وفي لبنان الذي كثيرا ما كان يوصف بأنه منارة للحرية في المنطقة، شنت الحكومة حملة قمع على حرية التعبير، وقد سجل مؤشر الديمقراطية لوحدة الاستخبارات في مجلة الإيكونوميست الانحدار الإقليمي، والذي يظهر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستمر في أن تكون أدنى مناطق العالم أداء على جميع مقاييس الديمقراطية، الحرية المدنية والعملية الانتخابية والتعددية وسير عمل الحكومة والثقافة السياسية والمشاركة السياسية. بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نظمت وقفات احتجاجية نسائية في عدد من دول العالم من بينها المكسيك وإيطاليا وتركيا والسودان للمطالبة ببذل المزيد من الجهود لدعم حقوق المرأة. البي بي سي نشرت عدد من الصور للوقفات، نتابعها في جولتنا المصورة. عندما خاف المبدعون من السجان ومن مقص الرقيب ومن أعين السلطات الدكتاتورية، ذهبوا إلى الألوان والريشة ورسموا آراءهم ومواقفهم، وأصبح ذلك يعرف بالكاريكاتير. هذه مجموعة مما نشرته الصحف اليوم من تلك الرسومات. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.